تمكين المهنيين من التعرف عن قرب على مشاريع قطاع البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2015 وتحقيق شروط التنافسية والشفافية هو الهدف من تنظيم لقاء إعلامي لوزارة التجهيز والنقل اللوجستيك. اللقاء تميز بالإعلان عن البرامج الاستثمارية لهذه السنة والتي تصل كلفتها الإجمالية ل 36 مليار درهم. نريد يعني واستمرارا لهذه الإصلاحات أن نضيف يعني نكهة أخرى فيما يتعلق بحكامة الصفقات يعني وشفافية هذه الصفقات، ومن بين هذه المبادرة التي نعتقد أنها ستعزز الثقة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهو عرض أهم المشاريع التي ستطلقها الوزارة بكافة مؤسساتها يعني خلال سنة 2015. اللي بغينا نتوصلوا له هو نعلموا جميع المقاولات المغرب بجميع الصفقات اللي تعلن عليها وزارة التجهيز والنقل بما فيها المكاتب والشركات اللي تحت الوصاية ديالها، هادشي باش يكون واحد التواصل قريب ما بيننا وبين الشركات وتكون واحد الشفافية في إعلان الصفقات. الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الهادفة إلى تحسين أداء المقاولة المغربية للبناء والأشغال العمومية وعصرنا تدبيرها والرفع من قدراتها المالية كان بدوره من بين أهم محاور هذا اللقاء الإعلامي، فضلا عن إطلاع المهنيين على كل المستجدات التقنية والعلمية التي يعرفها هذا القطاع.